خلينا ننتقل عفاف معك وعلى المشاهدين لمحطتنا التالية. موضوع مهم يمكن بالآونة الأخيرة عم نشوف كثير من الناس عم تهتم بهذا الموضوع. صح. علم الطاقة وتأثيرها على الإنسان. يمكن اليوم بتلاقي كثير من الأقاويل والشائعات تكثر وراء أي ظاهرة طبيعية عم تصير دون معرفة الحقائق العلمية لأسباب الظواهر الطبيعية. نحكي عن تأثير الطاقة على الإنسان. معنا الدكتور سمير هادي، هو اختصاصي بعلم الطاقة والتنمية البشرية. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وصباح جميع المتابعين. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح. خلينا نعرف بالبداية يعني تأثير الظواهر الطبيعية علينا نحن، في أشخاص ما بتعرف إنه هي ظاهرة طبيعية، ما يعني ما إلى أي تأثير، إنه ممكن يسبب خوف أو توتر عند الأشخاص. تلاقي أي حدث صغير تلاقي الأشخاص توترت وصارت تنشر حتى شائعات أو أخبار ما أنا صحيحة وبتخاف كمان بنفس الوقت. شو تأثير هي الظواهر علينا؟ صحيح بالضبط مثل ما عم تفضلي تحكي. هلأ بالنسبة لهي الظواهر، هي ظواهر طبيعية، ظواهر دائمة الحدوث. فنحن ما في داعي ليكون في أي قلق، ليكون في أي توتر، لازم نتعامل معها بالشكل الطبيعي وبشكل يعني مثل ظاهرة الكسوف. هي ظاهرة من الظواهر المتكررة، ظاهرة تقريبا كل فترة تحدث بمناطق مختلفة، فلهيك بيتوجب علينا نحن نتعامل معها على أنها ظاهرة طبيعية، ظاهرة اعتيادية، ما في داعي لأي نوع من أنواع الهلع والتوتر والخوف. طيب خلينا نحكي، يمكن كثير بنسمع أنه عبر علم الطاقة وتأثيرها على الإنسان أنه الكسوف الجزئي أو الكلي له تأثير. شو الاختلاف بيكون وتأثيراتهم؟ هلا هو عملياً أي ظاهرة كونية لها تأثير على الإنسان، لأنه الإنسان بالأساس يستمد الطاقة من الكون وهو مبرمج على مسارات طاقة معينة. فلما بيصير في كسوف أو خسوف أو حتى كسوف جزئي أو كلي أو أي اختلاف أو أي نوع من أنواع الظواهر الكونية، بالتالي يتأثر الإنسان. لأن بالنهاية أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. الإنسان هو يتأثر ويؤثر بالكون المحيط فيه، وبالنهاية نحن ما عايشين لوحدنا بهذا الكون، لذلك هذا التأثير موجود. لكن يختلف هذا التأثير من تأثير مباشر عند أشخاص إلى تأثير خفيف عند أشخاص ثانيين، وهذا اللي لازم نتطرق له، إنه ممكن تصير الظاهرة الكونية وفي أشخاص ما تتأثر أبداً أو ما تشعر إنه صار شيء أصلاً. بالمقابل ممكن تصير هي الظاهرة وفي أشخاص تتأثر بشكل كتير كبير، ممكن في أشخاص تمرض أو تحس بكآبة كبيرة، بتوتر، بإنزعاج. فالسبب أنه أشخاص تتأثر أكثر من أشخاص ثانيين هو الطاقة لدى هاي الأشخاص، الثقة بالله، الثقة بالنفس، المعنويات المرتفعة. يعني لما منقول فلان شخصيته قوية، شخصيته إيجابية، شخصيته فعالة نشطة، هذا بيعطيه طاقة إيجابية بتخليه ما يتأثر بالشكل الكبير بهي الظواهر الكونية. على سبيل المثال يعني تنذكر وما تنعاد مثل الزلزال اللي صار من فترة، الله لا يعيده علينا، يا رب. كانت ظاهرة طبيعية وظاهرة مأساوية. يعني أنا بعرف في أشخاص ما شعروا بهذا الزلزال أو ما تأثروا نفسيا، كمان بالمقابل في أشخاص التأثير النفسي لحد هلأ عم يتأثروا بالشيء اللي صار. نفس الشيء إذا بنحكي عن الكسوف، ممكن حتى تستمر هذا التأثير بعد الكسوف. في أشخاص ممكن لأسبوع أسبوعين يضلوا متأثرين، يحسوا بكآبة، بتوتر. بالمقابل في ناس بتفز على عملها من ثاني يوم وكأن شيء لم يكن. غير الكآبة والتوتر أستاذ سمير، خلينا ندخل بالتفاصيل أكثر، يعني أعراض الكسوف أو الظواهر الطبيعية على الأشخاص كيف بتكون بشكل أوضح؟ هلأ بالتفصيل، أولاً يتأثر المزاج. هذا أول شيء يتأثر، بلاقي الواحد حاله بحس حاله معكر، ما بيعرف ليش، ما له مرتاح، مثل حدا صدره مقبوض هيك ما له مرتاح. التأثير الثاني متعلق بالجهاز الهضمي، الأكل، ممكن يأكل أكل طبيعي يحس حاله متضايق أو في تلبك معوي. يعني شيء أعراض جسدية وشيء أعراض نفسية، لكن النسبة الغالبة هي تأثيرات مزاجية. بنلاقي في أشخاص بصيروا شديدي التوتر، العصبية، فوراً بيعصبوا، فوراً بيتشنجوا. الأشخاص اللي عندهم مشاكل مرضية بنلاقي إنه تفاقمت معهم، طبعاً بعض الأشخاص مو الكل، لأنه بنرجع بنحكي عن موضوع الأشخاص الإيجابيين أكثر من السلبيين. فممكن الأشخاص المرضى هن بالأساس تزيد ترتفع حالات المرض عندهم، يعني تتفاقم خلال هاي الفترة،
تزداد، وخصوصا ما يتعلق مثلا بأمراض الدم أو الأمراض الوراثية مثل الضغط والسكري، فممكن خلال هالفترة يصير في تأثير مضاعف، لازم ينتبهوا على حالهم أكثر. لكن الأساس هو العامل النفسي والعامل المزاجي، هذا أكثر ما يتأثر بأي ظاهرة فلكية وخصوصا بظواهر الكسوف أو الخسوف. وبتشوفها يمكن ظاهرة سائدة عند كثير من الناس، في عندهم مزاجية عالية للأسف، بس اختلاف يمكن تأثير الطاقة أو وقع على الناس تختلف من شخص لآخر. ليه؟ يعني بنشوف يمكن في ناس بتتأثر أكثر من أشخاص آخرين بالطاقة. هذا يعود لعدة أسباب، أولا للشخص نفسه، هذا الأهم من أي سبب آخر، لأنه إذا الشخص نفسه كان إيجابي عم يبدأ يومه صح، روتين حياته صح، نظامه الغذائي صح، عم ينام ساعات ليلية كافية، هاي الأمور الحياتية الروتينية هو عم يتبرمج معها بشكل صح، فرح تكون أموره بخير. بالإضافة لشيء متعلق بطاقة المكان والأشخاص اللي هو عم يتواجد معهم، فإذا كان هو ضمن مكان إيجابي وأشخاص إيجابيين وعم يبدأ يومه بشكل إيجابي، فهذا بيساعده على ارتفاع مستوى الإيجابية بحياته. بالمقابل الأشخاص السلبيين أو المحبطين أو اللي طاقتهم ضعيفة كمان، إذا كانوا بمكان سلبي أو مع مجموعة أشخاص سلبيين أو بمكان عمل هن ما لهم مرتاحين فيه، هذا رح يساعدهم ليكونوا أكثر سلبية يوم بعد يوم، وبالتالي أكثر تأثراً بهي الظواهر الفلكية اللي عم نحكي عنها. دائماً دكتور، قبل أي ظاهرة طبيعية بتصير في أقاويل وأحاديث كتير، وتنتشر حتى أخبار كتير بتخوف على السوشيال ميديا، يعني العالم كتير بتهول القصة وبتأذي أشخاص تانيين نفسيتها وبيشاركوا البوست كمان، وكمان بيصدقوا بيأذوا عالم تانية. يعني شو قدي مدى تأثير هي الطاقة السلبية على الأشخاص خلال فترة الكسوف أو أي ظاهرة طبيعية؟ هي الإشاعات بشكل عام لها تأثير كتير كبير، لذلك دائما نحن بننصح إن كان بما يتعلق بالطاقة أو بالفلك أو بالطب أو بالسياسة أو بأي شأن، نأخذ الخبر من المصدر الموثوق. المصدر الموثوق نحن نعرف منين عم نأخذ الخبر، إن كان جهة، في أشخاص ما بتنتبه، إن كان جهة أو شخص. أنا إذا بدي أحكي عن الكسوف فبدي أنا أنتبه إنه عم أخذ المصدر من الخبر من مصدر موثوق وجهة موثوقة معروفة. ما بدي أنا كل ما حدا نزل خبر على الفيسبوك أو على جروب واتساب خلاص أنا أنشره، لأنه ممكن يكون هذا الخبر غير صحيح أو صحيح. التأثيرات، يعني مثل هلا نحن عم نحكي عن التأثيرات، بداية كلامي أوضحت أنه التأثيرات ممكن ما تصيب الأشخاص الإيجابيين ولا يتأثروا أبداً. في ناس بتفهم الموضوع غلط، أنه لا هو رح يأثر على الكل ورح يعمل مشاكل عند الكل، لا. فكتير مهم ناخذ نحن دائما اي خبر من المصدر الموثوق، بخاف وبخوف الكل حوالي. بالضبط بالضبط، وخصوصا اذا كان هذا الشخص هو مصدر ثقه لبعض الناس. صحيح. هذا البعض هن من خلال مشاركه هذا البوست ممكن يكونوا كمان هن مصدر ثقه للبعض الاخر، وبالتالي بينتشر الخبر غير صحيح. يمكن بالعشر سنوات الأخيرة في توجه كتير كبير لعلم الطاقة، في ناس بتوافقنا في ناس ما بتوافق، في ناس ما علم الطاقة في ناس لا، بس إذا بدنا نحكي كيف بدنا نتأثر بالطاقة السلبية أو ما نتأثر بشكل عام فيها، يعني أنت عم تقول كيف الناس بتبدأ انهارها بإيجابية أكثر، لكن كل الظروف للأسف بتلعب دور سلبي، يعني الضغوطات الحياتية اليومية النفسية الاقتصادية المعيشية والجو السائد أو العام، أغلب الناس عندها طاقة سلبية كبيرة. أنا كيف فيني ما أتأثر بالطاقة السلبية من مفاهيم علم الطاقة الأساسي؟ هلأ بدنا نحن نحط ببالنا أنه هاي الظروف الصعبة هي منذ الأزل. يعني إحنا ما لنا حالة استثنائية إنه نحن بظروف صعبة، يمكن لأنه نحن ببلدنا وضع حصار واقتصادي تعبت الناس، ممكن يعني يكون في شيء زيادة، لكن هو دائما في ظروف صعبة. أنا إذا بدي ضل فكر بالظروف الصعبة وضل فكر بنص الكاسة الفاضي رح تتفاقم هي السلبيات عندي. بدي أحاول أنا بالتدريج، حتى نحن نحكي بالخطوات، بالتدريج بالخطوة خطوة، برمجة العقل الباطن، ابدأ يومي بتوكيدات إيجابية، ما أكون يومي فاضي أو فارغ من النشاطات، حاول لأنه بعض الأشخاص عندهم ساعات عمل قليلة مثلا فهن بيتفرغوا مثل ما تفضلتوا لبعض الشائعات أو شيء بيكونوا فاضيين، فلا أنا أملأ يومي بالشيء المفيد. ممكن أنا مثلا أقرأ روايات أو أقرأ أتعلم لغة جديدة أو مارس رياضة، هذا كله بيساعد على الإيجابية والتفكير الإيجابي. حتى ممكن تمرين التنفس الصحيح، تمرين التنفس الاستشفائي كمان، هذا بيعزز الأكسجة بالدم، بالتالي تحسين وتعديل المزاج، وبالتالي التفكير الإيجابي بالطريقة المثلى.
نحن دائما بنلاحظ انه الاشخاص السلبيين شو اللي بيخليهم يكونوا سلبيين اكثر او تكون حالتهم طبيعيه بعدين تنزل لسلبيه اكثر واكثر واكثر؟ هو تداول الكلام السلبي والاستمرار فيه والاستسلام للوضع الحالي. خلاص انا والله عمره ما رح تزبط معي، والله الوضع رايح للأسوأ، والله هذا الكلام السلبي كثر التداول كثر الاستخدام هو بيخلي الحال سلبي بالاساس. بالاضافه اذا كان هذا الشخص كمان في حواليه اشخاص سلبيين بيدعموا افكاره، صحيح. فهون بصير في انتشار للافكار السلبيه. نحن نحاول بالخطوات، نبدا بروتين حياتنا اليومي، ممارسه بعض الرياضات الخفيفه، تمارين التنفس او ممكن تمارين يوغا، تمارين تامل، اي شيء، او رياضات مثلا انا افضلها، يعني الالتقاء باشخاص ايجابيين، اماكن ايجابيين، مثل هلا نحن داخلين على فصل صيف واجواء حلوه، ممكن هيك مثلا حديقه، ممكن هيك مكان حلو، ممكن احضر فيلم كوميدي، هاي كلها بتساعد على الايجابيه وعلى تحسين الافكار بالشكل الايجابي. ذكرت نصائح، يعني غالبا الاشخاص اللي عندهم طاقه سلبيه صعب انهم ينفذوها، دائما هو مو بس هاي النصائح اللي صعب ينفذوها، اي نصيحه بتتوجه له بتلاقي انه هو صار عنده دفاع ضده انه لا انا ما بدي اساويها، يعني عنده كره للنصيحه، فبدنا هيك شويه نصائح تكون خفيفه عليه ويقدر يطبقها، غير رياضه يوغا هي بحسها صعبه او ممكن يكون هي تكمن كتير. المشكلة بالاستسلام. يعني هدول الأشخاص لما بتقولي له عمل هذا الأمر فبيقول والله جربت أنا يا دكتور وخلص أنا داخل إيه وتعبت. لا، بده يضل في محاولات، بده يضل في تكرار. إذا حسيت أنت أنه هذا الأمر عم يفشل فأنت ممكن تغير الطريق أو تغير الأسلوب أو تغير الموضوع، بس ما تستسلم أنه أنا خلص أنا بحالة يأس، أنا أموري ما عم تمشي، أنا حاسس حالي بطاقة سلبية محيطة فيني، أنا مرضان أنا تعبان. هذا نوع من الاستسلام ما رح يؤدي بأي نتيجة. لذلك البداية تكمن ببرمجة العقل الباطن على الإيجابية. واحد يقعد بينه وبين نفسه يفكر شوي انه طيب الكلمه الحلوه طالعه والكلمه الرديه طالعه، كمان التصرف نفس الشيء، انا فيني اتصرف بسلبيه وفيني اتصرف بايجابيه مع الناس. خليني ابدا بالتدريج مثل ما حكينا، البدايه بتكون من الشخص نفسه للروتين اليومي انه يقرر، يعني قد ايه مهم انه يقرر انه انا بدي، والتصميم على هذا القرار. يعني مو اخذت القرار جربت ما مشي الحال بطلت، لا، بده يكون في تصميم، بده يكون في اراده، بده يكون في نيه، في نيه واستمراريه. نحن ما نجرب مره ومرتين وبعدين نوقف. بالنهاية دائما أي خطوة بده يقوم فيها الإنسان إذا ما كانت مبنية على النية السليمة والإصرار فهي حتما ما رح تنجح. فلذلك نحن بنقدم نصيحة للناس وخصوصا للناس اللي عندهم بعض الأفكار السلبية، النية، اتخاذ القرار والتصميم على تنفيذ هذا القرار بالشكل الإيجابي، يكون في ثقة بالنفس، ثقة بالله سبحانه وتعالى، وبعدين تأتي الأمور كما يريدها رب العالمين. طيب خلينا يمكن نحكي بشكل عام، من خلال علم الطاقة نحن بنعرف في نقاط أساسية لمراكز الطاقة في جسم الإنسان، نحكي عنها وعن أهميتها إذا الواحد فعليا ركز عليها من البداية. هلا هي النقاط الأساسية تسمى شاكرات. ما هي الشاكرات؟ الشاكرات بكل اختصار هي أماكن تواجد الطاقة أو الأماكن الموجود فيها الطاقة. لما بنقول نحن طاقة فوين موجودة؟ موجودة خلال هدول الشاكرات السبعة اللي هي بتتوزع من الأسفل إلى الأعلى على طول العمود الفقري. بالأسماء إذا بدنا نسميهم، شاكرة القاعدة، شاكرة العجز، شاكرة الضفيرة الشمسية، شاكرة القلب، شاكرة الحنجرة، شاكرة العين الثالثة أو الأجنة، وشاكرة التاج. هدول الشاكرات السبعة هن متوزعين على طول العمود الفقري طبعا بشكل غير مرئي، بس أماكنهم هون. هل أي الشاكرات لها تأثير كتير كبير بموضوع الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية وتعايش الإنسان مع البيئة المحيطة؟ فكل ما كان في تدعيم لهي الشاكرات، كل ما كان في اهتمام، مثل ما حكينا قبل شوي، ممكن رياضات مثل اليوغا او التامل، الرياضات الخفيفه المنزليه اللي هي ما انا بحاجه لجهد ولا لمكان، ممكن لاي شخص يعملها، بتنشط من هي الشاكرات، بترفع من مستوى الايجابيه لهي الشاكرات، وبالتالي بيتحسن المزاج العام لدى هذا الشخص. والعكس صحيح، كل ما كان في اهمال لهي الشاكرات، كل ما كان في عدم اكتراث لهي الشاكرات وعمل هي الشاكرات، كل ما بصير في رفع بمستوى الطاقة السلبية. وهون يكمن الخطر، لأنه الأمر يبدأ نفسي ولكن إذا تطور ممكن يصبح جسدي وأعراض جسدية وأمراض جسدية. وهذا ما يبرر أنه في بعض الأمراض أساسها وأصلها ومنشأها نفسي. يعني بنسمع أنه والله هذا المرض نفسية،
مثل لما نحكي عن مثلا تشنجات القولون العصبي، مثل احيانا مرض السكري، مثل احيانا التجلطات. فبنسب كبيره ممكن تكون هاي الامراض او المشاكل سببها المباشر نفسي. ولما بنقول سبب نفسي هو سبب تراكمي، مو من زعله واحده او المشكله واحده، تراكمي تلاه اهمال متكرر ادى الى مشكله جسديه واضحه. صحيح. يعني انت كدكتور بعلوم الطاقه وقت بتواجه مصاعب هيك بحياتك، اشخاص سلبيين او لما تنتابك يعني هيك اوقات تكون فيها بطاقه سلبيه، بتطبق هاي القواعد كلها ولا في قواعد خاصه لإلك كدكتور؟ هلا هو كثير مهم تطبق هاي القواعد على الجميع، ان كان مو بشرط مع الاشخاص حتى داخل البيت، لانه مثل ما حكينا اذا انا كنت شخص ايجابي فمو بالضروره كل الاشخاص اللي عم التقي فيهم يكونوا ايجابيين. هلا احيانا بيكون من الصعب التعامل مع الشخص السلبي العنيد اللي هو مصر على سلبيته ومصر انه ما في شيء رح يتحسن وهذا الحكي كله هراء وانا جربت وما تغير شيء وما صار شيء. فهي من أصعب الأمور اللي ممكن نتعامل معها مع يعني هذا النوع من الأشخاص. لذلك ممكن نحن نجي مثل ما حكينا بالخطوة خطوة بالتدريج بدون استعجال. أنت جرب، ما لك خسران شيء، خذ قرارك، بلش أنا أفهم منه روتين حياته اليومي، لأنه كل روتين الحياة بيأثر، طريقة الأكل، عدد المرات النوم، ساعات النوم، ممارسة الرياضة، هاي التفاصيل كلها بتأثر. بالإضافة لأنه كل حدا فينا وله وضع خاص فيه، ممكن العمر يلعب دور، الجنس من أنثى لذكر لطفل لكبير، لكل حدا له وضعه الخاص، على حسب هذا الوضع ممكن أقدم نصائح خاصة فيه. صحيح. بالختام بما أنه عم نقول لكل حدا فيه نصائح خاصة فيه، خلينا نعطي نصائح عامة لكل الناس اللي عم تتابعنا اليوم حول قديش فينا فعلياً نكون تأثير الطاقة علينا إيجابي بشكل عام. على أهم نصيحة بدي أقدمها لجميع المتابعين أنه أي ظاهرة كونية أو أي شيء ممكن يصير حوالينا نحن بإيدنا منقرر إما نتأثر فيه أو لا، ونحن كمان منقرر يكون هذا التأثير إيجابي أو لا، نحن أصحاب القرار. نحن لما منقول ظاهرة كونية ما معناها بالضروري نحن رح نتأثر فيها أو لازم نحن نتأثر أو يصيبنا مشاكل سلبية، لا، يكون في عنا ثقة بالنفس، وضوح بالشخصية، وضوح بالقرارات، يكون في عندنا رؤية واضحة، إصرار وأهداف موضوعة أمام عيوننا، ونحن نشتغل على هذا المبدأ بكل طاقة إيجابية وبكل تفاؤل، وأهم شيء بإصرار. نحن ما عند أول عثرة أو عند أي مشكلة خلاص نحن هذا الموضوع شكله مو ظابط وأنا بطلت، لا، إن كان عمل، إن كان مشروع ارتباط مثلا زواج أو أي شيء مهم بالحياة، نحن لازم ما نوقف عند أي عثرة، نتحلى دائما بالإيجابية بكل معانيها، من الابتسامة للكلمة الحلوة للتصرف للأفعال الجميلة بكل معاني الإيجابية. كل ما تحلينا فيها كل ما هذا بيكسبنا طاقة بتخلينا هيك نتخلص من التعثرات أو أي شيء ممكن يصير معنا بالحياة. صحيح، وهذا الشيء يمكن بيساعد الأشخاص أو الشخص هو يفكر بحاله أنه أنا لازم أحب حالي أولاً وآخراً وأهتم بصحتي ونفسيتي بالضبط. وبعدين الأمور الثانية بتنحل. بدنا نشكرك اليوم دكتور سمير هادي اختصاصي بعلوم الطاقة، أهلا وسهلا فيك. وأنا بتشكركم كثير ويعطيكم ألف عافية، وما شاء الله طاقتكم إيجابية وبتجننوا.